أزول أزول. قال لك تما العلامة الساعة. يا عباد الله والعداو والسما نرح ما نعرف منين جات كاع مرة سيدي. كل شي معول على اللعبات وكتلعبوا على الوقت الحايحة كديروا كدير واحد ويلي كدير واحد التطبيق ديال جحا جحاني شان قال لك سيدي السياسة والمنهج والنظام ديال ممنوع تهدر. قال لك سيدي فين يعني ممنوع تناقد ممنوع تهدر سكت بحالك يعني نحكم عليك بزز وخصك ترضى عليك كل شيء وقطع النفس امشي بحالك. هاد العياقة هادي بالسلامة خطير. هو اسبانيا قبل ما تكون ديمقراطية كان حاكم فرانكو كان كيخدم الشعب ودابا راه ديمقراطية كيخدمو الشعب. يلا سيدي نقولو داكشي اللي كان شحال هادي قبل المهم ما تزعزع الحركة القضية وسميتو أيا نقولو داكشي اللي فات مات وهادوك العواقيس اللي كي أيه اللي كي صوت عليهم الشعب وكي تخلصوا أيه الصالير ديالهم يعني الأجرة ديالهم اش كيديروا شكون اللي كيراقبهم شكون اللي فين الصحافة الحرة شكون فين هادوك اللي أسيدي اللي أيه كيحاربوا الفساد يعني سيستيماتيكامنت يعني من مؤسسات اللي نيشان يعني كي اي المعارضه ولا مهم سميها كيما بغيتي الصحافه الحره ولا مهم. دابا قال لك سيدي اي منطقه اي واحد تحاسبه كيديها يعني بحال كدير العداوه يعني شخص كتولي شخصي بحال انتي كتحارب السيد بنادم مطمس انسى راسو بلي هو مسؤول دالو تما المواطنين باش يخدم المصلحة ديالو. ان فوا تهضر عليه يحسبك عادو ولا عندك معاه الحسابات ومهم كيكون يلا دا واحد الحساب دا واحد سميتو اي واحد العدوة بركة متبرعيش سبحان الله دا واحد يعني يعني السيستم ديال حتى واحد ما يدير حتى حاجه فهمتي يعني هكاك عامل مركب يعني ولا ثقافي ولا ايه ولا الثقافه يعني ما خصكش تهضر عليه ما خصك ايه تقول له ايه دير عليه المراقبه ولا تقول له شنو قدمتي وشنو بغيتي تقدم اش غتوفر لهاد الناس ولا شنو وفرتي ولا دير معاه شي حساب. يلا سيدي مش حادي قال لك سيدي بنان ما كانش على باله وما كانش كيسوق الوال ولكن مدام دابا قال لك سيدي ايه كل شيء تقود او لا يعني ضاجيش بزاف بنان كيهضر كيستنكر معارضين مهم احرار لحقاش ما كاينش شي معارضة اللي رسمية يعني ايه مهم من المؤسسات اللي كتحارب الفساد واللي كتراقب باش هادوك اللي كي اي منصب يبين داكشي اللي كيدير العام يعني الانجازات وداكشي اللي ويصحوا بداك الميزانيات اللي كتجي وفين كيوظفوها وكل شيء ولا لا و يعني السيستم اللي غادي يعني بغى يواصل على داك السياسه ديال شت انا ما مسلكا شيء انا الناس ولا واش ديك كيحرق الوثائق يعني وطنية على المباشر وانت باقي لاصق في طبريش. قال لك سيدي وخر وهذوك اللي كيتخلصوا باش يديروا خدمتهم ويديروا شي حاجة وكتجي لهم الميزانية فين شكون اللي كيحاسبهم شكون اللي كيستجب معاهم شكون اللي علاش هذا سميتو كلشي يعني سيكريت يعني كلشي في السير وعلاش ما تبينوش للناس بحال كيديروا عباد الله في جميع انحاء العالم. وسيدي قال لك سنويا كتخرج مثلا قدد الميزانيه للمشاريع هادو وكذا وكي
وايه كل شيء كيتحط في بلاصته ولا لا، معوقين في التسيير وفي المنهج وفي المنتاليتي في العقلية. سبحان الله، راه الوقت تبدلت لحقاش بنادم ولا مهم كيستكشف كيشوف كيطلع والناس عايشين معاه، يعني هي في الدول اللي كتطبق القانون. وعلاش ما تديروش واحد شوية سميتو ده المسرح بعدا هذاك اللي كيتخلص عنده المنصب ديالو، اي موظف ولا ده اي ولا ترشحوا عليه المواطنين، علاش يا سيدي ما تكونش ماشي متبوع يعني في حياته، وانما في المسؤولية وفي داك فين كيوظف داك الميزانيات. مهم يبين للناس، و مهم داكشي اللي كيدير ها ولا لا. وباقي انتوما بغيتو توكلوا على داك السيد ديال راه غادية وكتكبس الناس يا سيدي. دابا قال لك يا سيدي كيهضروا على التاريخ ديال الريف، ورا التاريخ ديال الريف راه عارفو اللي ما عرفوش يعني يتعمق فيه، يعني سطحيا عارفو باللي كانت جوية من واحد لادات حتى واحد لادات، ومحمد بن عبد الكريم الخطابي كان رئيس. ولكن يعني تلعب على هذا سميتو وتخلي الناس قال لك اسيدي يتقاتلوا على سميتو على المعلومات، وعلى يعني يقول لك يدافع باش ما يدوزوا المغالطات ولا سميتو تديروا في هذا المأزق هذا في هذا في هذا اي في هذا الفخ، يعني تخليه بحال شي قال لك بشي ما هي اون باتو مارياو بحال شي بطل اللي مداو خلا. وشوف داك الشيء اللي كاين، شوف الريف دابا فين واصل، المشاكل ديالو اش كيدار، شكون اللي مسؤول على مهم الميزانيات ديالو، شنو هما المشاريع اللي كي اللي كيوصلوا باش يتعامل باش يعاملوهم باش يتشنوهم. لا هادوك اللي قال لك اسيدي كل واحد كيجي يحكم، ماشي المهم يسير اللي صوتو عليه الناس، يعني الفترة اللي ديال اي ديال من بعد الانتخابات اش قدم، اش من انجاز اللي حقق، اش علاش ما كتسولوش الناس اللي بغا ينتخبوا يعني شنو الغرض ديالهم، يعني باش يصوتوا عليهم الناس، من بروغرام اللي عندهم شكون باش غيفيدوا الناس. وباقي لاصقين في داك الانتخابة ديال 20 فرنك باش تشري الحولي، يعني بنادم ولا حولي كيصوت مهم ب20 فرنك وما عارفش تاع علاش كيصوت على واحد تالو 20 فرنك هو هداك. وسيدي قال لك المهم غلطتو قوتو سوايع عقود وروينا راه نايدة، والناس كيدوزو 20 عام على حساب هاد التطبيق هذا من منذ زمان، و مبغيتوش تحلو دوك العينين ديال أيه ديال تمص اللي عندكم. واش هذا هو المنهج؟ خصو يبقى هكا كلشي يعني الى الابد ممنوع. يعني قال لك اسيدي كنشوف الناس المواطنين كيقول لك بحال هنايا ممنوع، ما عندك ما تغير في المغرب، ممنوع فيه التغيير، يعني كيقولها لك مواطن يعني امن، يعني باش تكون مغربي خصك تكون متفق باللي التغيير ممنوع. وكتفتحونا في سميتو في العالم، قال لك اسيدي مخير هاي، قال لك اسيدي انت تهدر وكتستناك القرعه وكتستناك مهم والله ما تدخل هنايا غير تهدر على حقك، ويعني تنتقد وتكون مهم تكون فيك الغير على سميت وتكون مواطن بصح، يعني بغيتي الخير لبلادك قال لك اسيدي المصير ديالك القرعه والسلاخ ومهم والاقصاء وعدم دخول الوطن، يعني مخير الى يعني الشعوب ولا الدول
باقي الدول يعني كيترجموا ويلقاو هاد اييه كيلقاو هاد سميتو هاد التطبيق هذا ديال السكت ولا نجلسك على القرعة مخير يوصلوا في الامريكان وباقي مهم والاتحاد الاوروبي وسميتو يعني المصير ديالك هو القرعة والسلاح ومهم اييه تكون كي اي تكون منفي. علاش بغيتي التغيير؟ بغيتي تمشي لقدام؟ انا مخير اي دولة يعني اكتشفوا يعني هذا المنطق هذا يعني علينا احنا يا الناس المغرب ولا الريف ولا مهم اي حاجة مهم باش الريف يكون مغرب خصو يكون يكون الريف خصو يكون عنده داكشي اللي مستحقه وداكشي اللي خاصه وماشي يكون مغرب وعنده سميتو الناس مواطنين يعني طلبوا بالحقوق ديالهم وكيدوزوا 20 عام وكي اسيدي قال لك اسيدي دابا الناس اللي عندهم فكر مثلا جمهوري ولا مهم هاي غادية وكيبانوا الحوايج وتلوح عليهم الذنب وديرهم مسؤولين على سميتو على داكشي الاتجاه اللي مهم داكشي اللي كان داك التحولات اللي كيوقعوا علاش ما كتراجعوش سميتو الاخطاء ديالكم وتشوفوا الاسباب اللي كيؤديو يعني الانفصال ولا التطرف ولا التمرد ولا مهم اي حاجه من هذا النوع. واش بغيتي يدوك الناس مثلا انا ما عرفتش واش الزفزافي والرفاق ديالو يدوزو داك 20 عام كامله واش ما عرفتش واش دوك المطالب اللي طالبوا بيهم واش يتحقق فيهم شي حاجة ولا والو كل شي معلق. يعني عندك الجرأة دابا تجي تقول علاش هادوك علاش هادوك علاش هادوك علاش هادوك ودوك الضحايا ودك ودك الحكم يعني القاسي اللي كتمارسوا على هاد المناضلين اللي خرجوا كمواطنين مغاربة كيطلبوا بالحقوق ديالهم يعني بهاد يعني طبقت جازيتوهم بعوض تحقق لهم شي حاجة 20 عام للحبس وفات 7 سنين وكانت عندكم الجرأة يعني مية تقولوا للناس علاش كتفكروا هكايا علاش يعني متطرفين مثلا ولا علاش انفصاليين ولا علاش هادو. انا ما كاينش ليه اهتمام يعني مواطن صافي كيفكر فيهم كاملين كاين الناس اللي كيوصلوا هي كيحرقوا لا كارت ناسيونال والباسبور على المباشر. هاد الشيء راه ماشي كيجي من الفراغ هاد الشيء كيجي من الاهمال ومن يعني منهج ديال الفساد يعني عدم يعني سميتو الموافقة على اي تغيير اللي غيفيد الناس. ومواطنين راه مساكن مهم أناس عندهم أسيدي قال لك مهم بغاو الحق ديالهم عادي من حقهم بحالهم بحال أي واحد في أي موضع في العالم. أنا مثلا أنا مهم أنا الحق ديالي ما كنسمحش فيه شحال من مرة مثلا عايش أنا في إسبانيا وبغيت مهم تلفت في شي سميتو في شي موقف ولا ما عرفت فين غنتاج سميتو الدرجة يعني أي كان صيفط الرسائل للاحزاب السياسيه ومثلا وكيجاوبوني كيقولوا لك سيدي شد هاد الطريق عندك في هاد الحاله خصك دير هادي يعطيو لك المعلومات كامله ومشي وسميتو خصوصا هادوك اللي دابا راهم كيعيطوا لهم سومار كانوا اونيداس بوديموس وسميتو والبيسوي البارتيدو سوسياليستا اي حاجه اللي سميتو بصح كتهم يعني ديال المؤسسات. انا كمواطن مثلا فقدت يعني ما عرفت فين نتاج ان المهم هاد الاحزاب السياسيه هادو بجوج انا ما نتراسل معاهم وكيجاوبوني قال لك سيدي في خطره بالمعلومات كل شيء وتما شكون اللي كيقد شكون اللي كيدير شي واجب شكون اللي كيدير شي حاجه شكون اللي كي راه كلشي فاشل يعني ولا قال لك سي اوبسيسيون بنادم لاصق في الفشل وفي الفساد وفي
وفي هذا المنهج هذا لا كيوقع سميتو التشتيت، وكيوقع تطرف، وكيوقع هاي سيباراسيون، يعني وقع بنادم كيولي عنده كيطرح أسئلة كيشك، يعني المواطنة راها في الخطر، يعني مواطنين غاديين وكيأسوا وكيفقدوا الآمال، وعندهم المشكل في الانتماء دابا باش يكونوا قوادة، يعني منتخبين من عند المواطنين، ولا عندهم شي مسؤولية، ولا موظفين عندهم السالير ديالهم وما كيأديوش الواجب. وعلاش تادوك هنقولوا مثلا كيقولوا لا مشيتي سميتو، هادوك اللي دايرين هما اللي فاسدين، وشكون اللي حط عليهم؟ ماشي بلا ما يتعدى عليهم، يقول لك سيدي يشوف داكشي اللي كيديروا، يعني واقف عليهم يشوف واش كيأديوا الواجب ولا لا، وكيبينوا الرأي العام. كارثة والله، راه كارثة عي والله. المهم عرفتوا شنو هل الدين ديماتكم؟ انا المهم انا شفت شي عواقيس هنايا، بحال يديروا داك سميتو، بحال انت واقيلا، انا واقيلا ممكن نهضر، واقيلا ماشي ممكن نهضر، سير عاودها ليمك، انا ما كنعرفكش، الله ينعرف شنو دار بابك، فهمتي؟ ما علاقة معاك ولا بواحد، اش غتقول لي؟ واش نستناك انت ناخذ منك الاذن باش ندير ولا ما نديرش، ولا نهضر ولا ما نهضرش، ولا نكون ولا ما نكونش؟ امشي بحالك اللي كسيدي، بنادم غير قديم، قديم في الساحة قال لك، وما عنده سميتو، ما عنده العلاقة مع شي منظمة ولا شي مؤسسة، ولا يعني ما عندوش إطار، غير يعني ضيع ما نعرف مش حد الوقت سنين على هاد الشيء، يمكن انا نكون ولا ما نكونش. هذيك الهضره تمشي قولها ليمك ماشي لي لي انايا، فهمتي؟ انا بحالك اصلا، فهمتي؟ ما بغيت نتلاق، ما بغيتش نشوفك حتى في الشارع، هذه نقولها لك من الاخر. ايه الله يحسن عاون، انا كنشوفكم كنقول الله يحسن عاون، والله كضحكوني بزاف، كضحكوني وما فهمت لكمش لاصقين في سميتو، في التراجع وفي التقوى دي التكواردية، يعني الشماتة، فهمتي؟ وقال لك اسيدي دابا داك اللي فات، اللي يعني العهد القديم، وقال لك اسيدي سير، داك الشيء اللي كاين هو هاد الشيء اللي كاين، ولكن دابا مادام كاينين الشرفاء، كاينين اللي كاين تاخدو، يعني اللي منفيين ضحاو بالغالي والنفيس باش يقولوا يستنكروا، تحسبوهم اعداء، كيلعبوا الدور ديال سميتو، ديال ديك الصحافه الحره اللي خصها تكون، ومهم وديك المعارضه اللي تكون مستقله بالصح اللي خصها تكون. وما ما هذا النظام هذا قال لك سيدي، دابا راه العالم وصل يعني لواحد التقدم اللي توب ماكسيمو، يعني كل شيء كيبان، وانت باقي تلصق تمشي على داك المنهج اللي ما مسلك شيء. هذوك اللي كان هذا خصك تقول لهم تشابو العز، ماشي اي واحد يجي يكون مواطن بالصح وانت تقول له تستندك القرعه والسلاخ وعندك سميتو النفيان، يعني خصك تكون خائن باش. المهم راه التغيير قال لك كل شيء ممنوع، والله راه سميتو جبتو، يعني جبتو جبت واحد، وصلت لواحد النتيجة اللي 5-5 مخير، يعني الشعوب ضد آخرين، يعني ترجموا داكشي اللي كيدور، داكشي اللي كيسيركولي، داكشي اللي كان سيركولي، وحنايا المشاكل ديالنا وهاد الدل ديالنا وكل شيء، يعني مخير، يعني الدول يعرفوا علينا، يعني عندنا هاد العقلية هادي، يعني كنفكروا كنطبقوا، المهم هكا عاملين. فضيحة فضيحة فضيحة، وبزاف د الناس كيستحياو سيدي يقولوا راهو مغاربة، وقعت لي تاي انا، فهمتي؟ لحقاش قال لك سيدي تقوديت بزاف، وتقوديت عجبتكم، فهمتو؟ بغيتو تلصقوا فيها، ما بغيتوش يديروا ولو ادنى مجهود، يعني يكون عندهم عندكم واحد اي على الاقل، يعني تحسنوا الصورة ديالكم، فاهمين؟ غير سميتو ما فيكمش النفس، صافي هادشي اللي
اللي باين عليكم، اذا انت واحد ما يحترمكم باش نحترمكم انا، انا ما قديتش نحترمكم، ماشي ماشي كارهكم، ولكن ما قديتش الله يحسن عاون ضحيه ديال التطبيق ديالكم، وبحالي كاينين بزاف د الناس بالي. انا كنت بغيت نحبكم وما قديتش، ما تستاهلوش قواده بالي. المهم انا ساليت هادشي اللي، المهم هادشي اللي قال لي راسي. وما دابا قال لك اسيدي فيها ديرون جمو، تقول يقول لك شي واحد وير ار يو فروم، دي دون ديريس، منين نتينا باش تقول لهم غرابي. انا وصلت فهمتي ايه نحشم لحقاش. مش حال واحد قال لي يا سيدي مشى لمراكش شفت ما نعرف مش حال الفقر مش حال الفساد مش حال هادي، يعني بسميتو انا تعرضت لاستهزاءات بزاف على حساب داك التاخر ديالكم اللي نتوما باقي لاصقين فيه. انا الا جيت نعاود حياتي انا ما سميتو انا ما كيعجبنيش بنادم يعاود لي حياته ولا انا نعاود له حياتي، ولكن الا جيت نعاود انتم دافعين عليكم يعني المدة طويلة، ولكن في الاخر كتأديونا كاملين ومع ما عندناش عندكم مساوي التزفت. اي مواطن دابا ولا كي كيوصل لعنده دونك يعني مهم بصحتكم هنيئا بخير. واصل انا ما خسر والو، انا اسبانيولي، انا اسبانيولي صافي. تا مهم تا مبدئيا لحقاش انتوما المبادئ ما عندكمش فهمتو. انا بعدك كيما عامل كيما بغيت نكون عامل مسؤولية ديالي وعندي الحرية بان كمواطن صالح و وماشي قواد بالي. اما انتوما باقي لاصقين يعني خصي بنادم يكون قواد باش يكون ديالكم، سمحوا لي اوكي. اي اولا بوينو ندير واحد موسيقى اشكوبي اولا انزل انزل اسميتك انزل الجنس شي بحالك ماكيتو ماكيتو دي verdad no quiero hablar con nadie. No habla con nadie, bájate por favor, ya, no, es que en serio no, no me hace gracia hablar con nadie, sobre todo si alguien que no conozco, pero de todas formas aquí no quiero hablar con nadie, ¿vale? Sí, tengo aquí la bandera española y por cierto, felicidades a la selección española de fútbol femenino que ya es campeona del mundo, España es campeona del mundo, enhorabuena. هي اسبانيا بطلة العالم في كاس العالم ديال النساء اليوم، ربحوها يعني في 2010 ربحوها في جنوب افريقيا هاد سميتو. اليوم عاوتاني البنات حتى هما بطلة ديال العالم في كرة القدم، ما عرفتش ضد انجلترا، المهم ما عرفتش فين لعبوا. المهم هنيئا ها هما اللي سميتو اللي كيخدموا الرياضة جميع القطاع، أو ما وصلوا البنات أول مرة في التاريخ يكونوا بطلة العالم داو كاس العالم صافي. هكا كيديروا ولا حقاش هنايا كلشي مكشوف كلشي متبوع كلشي كيبين المجهود اللي سميتو اللي كيدير. حتى واحد ما كيمشي سميتو حتى شي صحافي هنايا ما كيمشي يدير صحاب مشي يستاجب يدير الاستجواب والاستطلاع على حساب داكشي اللي كي اي واحد في شي موطع اش كتعاود اش كدير فهمتو. وانتم هاد ديرتو دولاد صحاب ود القواده صحاب وقواده، لو كان غير صحاب وفحوله وسميتو ورجال يعني المذلولين. وهنيئا لاسبانيا هي بطلة العالم. اسي اسي هكا كتمشى اي واحد قال لك اسيدي خص يكون عنده الهدف في داكشي اللي الا بغى شي مسؤوليه، الهدف اللي يبين شي حاجه يعني تبان على الاخرين. اشي الهدف انا خصني هاك عايش في الفرنك خليني ندخل
انت اذا مشيت تعرض ليه ولا تقول هذا راه ما صالحش يديرها عداوة، امشي تقوى البرهوش اش داك لشي موطع، سير بقى في سميتو في القهوة وعمر الشقوفات وسقط صافي. الا بغيتي تكون مرتاح ما يحاسبك حد ما والو، سير اسيدي نحارف ويه عيش حياتك كاملة محشش، اش داك لشي مسؤولية اللي ما قضيتش عليها الحمر الاخر ما عرفت واحد. سبحان الله سبحان الله. انا انتوما كنقول لكم سبحان الله، كنلقاكم سبحان الله كتبقاو فيا والله 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 صراحة سبحان الله. الله يحسن عاون صافي، انتوما الله يحسن عاون. نو عرفتي هذا امشي شي بحالك الفضايح اصفط بسرينو سبحان الله. لا حسن عاون لا حسن عاون، الله يكون في العاون. ولا القرعة بدلوا الأساليب شوية كون عليكم شوية د سميتو تكونوا اي بريزنتابلس، كونوا كتشرفوا بعد كده تحافظوا على الماء د الوجه. اي واحد كيمثلكم شيات وكيضرب غير من النص لتحت ومعولين على القوادة صافي قوادين، بغيت تبقاو هكاك. وبعد ما تطرحوش الأسئلة وما تسولوش الناس علاش كتنحرفوا مثلا ولا سميتو ما تستاهلوش والسلام. أو لا أنا ما بديت كندير سميتو، المهم فين ما تخب فين ما كان تخبع شي قواد كيقول لي كي طال شنو كيف حالك، أمشي بحالك فهمتي اسيدي. قال لك بنادم ما عنده والو ما بغيتوش حتى يهضر، حتى الهضره تحيدو والو اسيدي. مخير تاخدو واحد الاتجاه مخير، يعني تنقدو داكشي اللي ممكن ينقذوه. ابني وشي باجاج انطلقو انت مع كأناس بركة من تقواديت
صافي خرجتوا لي هانيشان دولة زعما. لا ويلي بركة من داك العنصرية على الريف، تلقوا خوتنا راه حنايا معدبين على قبلهم، وديروا داكشي اللي خصكم ديروا، وديك الساعة هدروا. أما هكا وصافي مشيت تقاودوا، أنا أرزقكم. أبسلامة عباد الله.